السلام عليكم. اليوم نقدم لكم تقرير من طرف الوكالة الوطنية للدراسات ومراقبة الأشغال نتاع البناء في مجال ميدان السكن. هذا المخبر اللي وقف على الدراسات نتاع المشروع نتاع المدينة الإعلامية الجزائرية الجزائر ميديا. إذن بهذه المناسبة نقدم لكم هذا التقرير عن المشروع اللي يعطينا بعض التفاصيل نتاع المشروع ويعني الوضعية الحالية. إذن نترككم تتابعون إذن هذا الفيديو حول مشروع الجزائر ميديا سيتي، المدينة الإعلامية الجديدة في منطقة ولاد فايت، ونترككم تتابعون. السلام عليكم. مشروع استثنائي هادف وطموح، ومباشرة بعد انعقاد المجلس الوزاري تم تحويل الأرضية من وزارة الاتصال إلى وزارة السكن، والتي باشرت الإجراءات الإدارية مباشرة بإطلاق إشعار بالمناقصة، وبعدها تم تحديد 5 جويلية 2023 كتاريخ لانطلاق المشروع يقع على الطريق المزدوج المؤدي إلى شراقة. هذا الأخير يربط بين الطريق السيار شرق غرب، الطريق الوطني رقم 1 سابقا، والطريق الوطني رقم 5، مرورا بالطريق الالتفافي الجنوبي رقم 2، بواجهة تقابل الساحل الجزائري وتسمح بتوفير إطلالة على مدينة الجزائر وضواحيها. كما تم اقتراح ربط المدينة الإعلامية بمختلف وسائل النقل الحديثة كالتراموي والمترو مستقبلا كتدعيم للمشروع. وقد تم تحديد مدة 27 شهرا لإنجاز هذا المشروع حسب دفتر الشروط.